قرتي شيخ عثمان وحد أكتهي إن بلش الصوماليات أي أبار حق بدن سوف وصارتي شعبك الصوماليات ودن أيا ككعي إن لبارتدا ددك هاي ستلو قرقارو إن خمار لغو بحيو أو لعكتا خمار لغو بحيو أو دد قاركول أي علات إيا دب هوروني يعني نمن أيغو هشيسة أو صاحي باسد الشيغيو وقورا نغو مليهي لكن أيغو دن توضو كيشيي إن لعكتا لسيو أيضو خوية الصوماليات يقبض أي بارك نوكا كوهيان دين تايلة هاي محيكا قبتا نعم وحران عدوي أخي مركو وريس هشيسك وحد موتا حتى قولوا تيك توك إني كجران عيال أمضى العقل قادنا يا وهشيس يهين قيبة كسينا يا قيب قال هذا يا لو مرصوف يا لأن شركة وحصة ما يصير العقل الآن معانا يصير ده في هذا العقل بيقصنا يسا مركا التعاون على الإثم حرام وي وحو حرام ت مركا مؤكد يصير نقنا يسا يصير أتكان يسا مركا أي جرتوا باهي أي ذو جرتوا محي لي إن قفك مسلم كأه وحلد وحواجب كأه إنه نفبد باديو ما هي إنه خمار عياره صدق مركا أي ذو نفبد باديو باهن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي تاعي وينك نص نور لين أنت وحلينا مركا وردت كان خمار كل عقد كل جنايو أو نعرات كجاهلي جربان يا قبيل كأصلها يا قبيلة وحلو قلت جاية ورلعقت هذا كو قمارتي رقاصنا إن مسكح هذا أي حذين وأنا وان شقني وحوي نينك العقل له ما أنت ودنا كوح كشير وإكسونيهين لا أبارت جرت مركا إني العقل بحيان دمبي يا أصيل له ضعف مايا أو لاب لاب مايا إني باهي إذا جرت بحنين أي قبيل إلا عقب بح يكون بحيان وقبيلك وحو سو كورينا اجر امدنا اسكو درمهي واغرتي شيخ عثمان لعقته مركا هلكا قفكا او كهلو او جيبكيسا غشتو ما صدقيسن كرا درو كوتكدا ما كخيران كرا ان صدقه مساجد ما كودرس كرا ما تما سين كرا اسغو مركا سو اركيو اني ماركتو ولهي غلو واريا لعق لعوني كرو حلال ما تامي سما اخي يوميا ما بنانا مخيلي ان مركو غريسا لعقته خبيث وي لعكستو خبث لوو هلا أو حاران لو هلا إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب صدقكم بالإنكار معوني كرو ما كحصدق محجينك ما كحجين كرو كاس وقول الله هتو بررتي قول الله أنت أن يرضوا قبائلك يوميها كعائتم يسوع دم يقودوا كاس وكوين يكو خلا لكن أنا جو حاوب بقينا ذاتك كلو كتعاونا يكو خالمينا أي قلست قوله دينار وصدق يسنك وأجر إله أجر أول بالله بكري إنه ما أنتوا كوب حيو نكاس عنتان كيس حمول ذلك إسلام كحو حرم أكل المال بالباطل إن حرام العقل إسكاج عنه ومركا تنوحي كميتا شقذا ما كسبن كسبك هذا حلال أهين وحون قنيا مدي الله سبحانه وتعالى كوع عذابه يا مركا ولا ليه ونصيحية وذاتك وحن صمينا وقمارك عيارة إن أنت ليه لهين والقمار كان جوجية إن قمارك كتها غيران معها نك كسو كتها غيرنا دم بيقول قيب سنة يا واقرتي شيخ عثمان أصولي waxa jirta waxyaalahan marka la ciyaarayo in dadka lagu kiciyo rehebel iyo qoys oo ah meel Soomaalidu ay ka jilicsan tahay dadkana marka rehebel loogu yeero aad moodaysid inay maaragtay xabaalaha sidii dadka soo baxayo kale ay leeyihiin diyaar baan u nahay xataa inay ka qayb qaataan dhibaato kasta oo jirta iyo dhib kasta oo socda in la isku faaro liiraahdo anaga rehebel oo badan iyo anaga rehebel oo badan ma xasuusin kartaa ba isleedahay suurada tiraahda al hakum takathur ka bilaabta naam barse islaamka akhwaani waxyaabaha cadawga islaamku kaga faa'iideysta ama murjifuunta ama munaafiqiinta ay kaga faa'iideystaan waxay tahay inay soo nooleen aradkan qaswatu bani mustalaq markuu nabi cali sallallahu alayhi wasallam kusoo guuleystay qoladii reer qusaaca kamid mustalaq waxay ahaayeen qabiilka laf kamid reer qusaaca laga soo adkaaday ayaa ceelkii marci isku yimaadeen ceel isku yimaadeen ayaa nin waxa la yiri ninka kala darbaaxay markaas wuxuu ku yiri ninkii la darbaaxay sarar ansaar u ahaa oo dadka madiina deganaa oo muslim islaaw dhaway muhaajiriinta ansaar ayaa la dhahay qolada kalena waxay ahaayeen muhaajiriin oo ilaahay uu ku amaanay quraanka muhaajiriintii ansaarta oo saabiqoonul awwaloon lagu tilmaamay oo ilaahay raali ka naqday quraanka ayada quraanka noo sheegay haddana markaas wuxuu yiri ayuha ansaar iyo muhaajiriin isku kacsadeen waxaan filayaa lafdiga koox lagu faano oo quraankana amaan u yiri ilaahay raalo ka naqdar muhaajiriin ansaar waxa weeye waa lafdigaas weebto koox isku tagta magaca asal muhaajiriin ansaar ayaa u fiican quraanka dhor jeer iyo sunnada nabi cali sallallahu alayhi wasallam hadana ninkii markay isticmaaleen si qabiilnimo loo isticmaalay oo ninkasta reerkiisa oo ansaar iyo muhaajiriin ugu yeeray nabi cali sallallahu alayhi wasallam aadaw daacuha fa innaha mumtina u yiri da'watun jahiliyya ma isku yareysan marka asnaamaha waxa islaamka diiday laqab la ama quraanka ama magac koox islaamka amaanay ayaa haddana markii loo kacsado qabiil ahaan iyo kooxaysan ee banaanaad walaalika
ان اسلامك وحيابه لا دغالي ومركو يمدو خيهد نعرضات كاس جاهليقه برس النبي عليه الصلاه والسلام احاديث فرب بدن ايا كسو ارورتو او كغه ديغايو ددك اني كو كسومان اني اي قلانيك و خله يحي او يره قبيل اساس كو دينتا ميت الجاهليه دينتا ولي النبي عليه الصلاه والسلام و خو نوغ شيغي حديث كل النبي عليه الصلاه والسلام قفك مسلم كا مركز ان لا دونايو انو كو دادالو مركو اسلام كيبيت كو وحنا قنا انما المؤمنون اخوه ايالا نقضي واسلام كو خله النبي عليه الصلاه والسلام من ادعى دعوه الجاهليه فانه جثث و خله جهنم وي وحوي نارتا ان جهنم و خو نقنيا ان ميدكيدي اما بختيغيدي ايو نقنا ولي النبي عليه الصلاه والسلام مركاس و خي يرين وان صام وان صلى حدو حتى صوم حدو سكدو او تكدو صوم مركاس و خي يرين وان صام و خي النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك ان حداد اركتي قولو كفانيسو ان قبيل كفانيسو وحوي ايات كيله يمنيسا اسلام كو خلو لا دغالمي قبيل يا قبيالات عرب اسلوين ايا لسمي ولا فرق بين عربي وعجمي ليري نبي عليه الصلاه والسلام وديد ان لو كعصدو هير هبل هير هبل ان لو كعصدو و خو كتلما ما قف كاساس كو دنتنا ميتة الجاهليه ودنتو يري ومعناها اسو ان هيسنو دمن لمتاي مركا ان مساله ان اسبابها وحكمتها امد لو دوميو انا واحد مودا ان افرتان سنه دنبيس ان نغ سو لاباتاي ارمهاس اسبابها كاينه ولا غران كرا waxa lagu burin karnaa afka maaha in aan inkastoo meel soo istaago jira qabiilka laga tagama waa ficil ahaan dawladda wax laga doonayaa in qabiilka ay dadka ay kala dagaalanto mucaaradka laga doonayaa laakiin hadii la isku kacsado oo ay naqato waxyaabaha asbaabaha keeno xukumadin xoog la isku adeegsan mar hadduu xoog yimaado oo qolo qolo kale xoog u sheegato in waxa iman karto marka wadankan uu halaago walaalinka waxa badatay in afartan sano nabiga kaleey salaam sano waxa leeyahay walaw kunta fadlan qaliid lam fadu min hawdik fabima rahmatin min allah linta allah على الجلع ذاتك ما لحظة وحن كربنا إني أمد الجلع تسان نينك قنعي كران إيه قنعيان حديك لأن عرات كاسا يسوى الله بنا إسلام كاسا سوكو حلي ولد معارض وحن كربنا إني رفقي استعمال دولد أي دهن أي استعمال قوضا شاقنا إني دهن محايا لأن عرات كجاهلي ذا الكاس قصو الله بنا رفقي نيوحو شاقنا وعلي سلام مركز توحبوه هقاجية بلس أمد لكن ملك وحان نقوب هذا تمال مهان اللي يريه قولك استو قولد أو لقات كان ربحوق لو قات كاذا وحيابها سونو لي قبيلات تاسل كميدة qolo arurtan ama dhalinyaradan halka imaaneysana waxaan qaba cilmiga ayaa ku yar hala waanayo war ilaahay ka baqa laba dambi ayaa ku jirtaan dambi koowaad qamaar ayaa ciyaareysan oo ilaahay xarimay oo ilaahay subxaanahu ta'aala uu yiri fajtanibuhu naliri ayaa lacag ku heleysan riiqa ilaahay ayaa bixiyo si xalaal ayaa ku heli kartaa riiqa qoladka laba dambi kale ku jirtaano nacaraadka jahiliga ka cinaysan maanta hadii umada qabiil isku qabsato ee qabiil isku dagaala waxa imaaneysa wadanka ya buray abaabaaya وحسن وحول لي النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فله وزر وزر من عمل عليها وعلي هي وكما قال صلى الله عليه وسلم وعلي نك جد حم جديه وحلينا وردتك أورك وكحسن هي قبيله قبيل إسكداي ورد ولد وحلينا هي حوج أشجعنا إنسان يدتك أقصب إنسان يوحل بوبا هي قبيلة صن ولايان ساس إسلام كوك علاجي دتك نمرية سيان وجود من مرحلة كرسي الجوارين الدونك الجوارين رزقنا حلال عن كده جنو منصبك هذا هي ستة إلهي سبحانه وتعالى بحية laakin wadankaas aanu nahno qolada social media dhamaan waxaan ku waaninaya in wadankaas uu baqaan war nin aad taageerto ama aad oo xaalad wax ku naqanay mala ummada qulubteeda ayaa la geeyay qulubto kala tagto wax kasta ka daran wayahay dawdayaal waxa daawanaysan wareysi kooban oo Sheikh Cusmaan Usuli la yeelanayno oo aanu ka hadlayno arinta qabyaalada iyo khamaarka isbiirsaday ee baraha bulshada qabsaday ee dadka yar ee fura ku tiriska oo ay ku tiirsan yihiin bulshada Soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada leh ee garaadkoodu u sareeyna ay iska diiday meel kasta looga soo baxay hadii ay xaabo waayeen dabka ay ku shidaan barqadi ayay kala tagayaan nasiib darradu waxay tahay adiga ayaa xaabadi kamid durbaanka reerkiina ayaa tumaysa annagoo reebal ayay ku leeyihiin qofku hadduu naftiisa kalsooni ku qabo ilaahay inuu ku kalsoon yahay qabiil iyo qoys ma sheegto soomaalinimadu ha ku deeqdo Sheikh Cusmaan Usuli yar uma hadlin yaa guul iyo gobnaan kaga tageyna cawdaha loo jaro.